السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم زميلكم راشد الخرابشي من دفعة شفاء من لجنة الطب البشري. اليوم إن شاء الله راح أكون معكم بشرح محاضرة اللاب العاشرة، وهي محاضرة الهيستولوجي في هيومن أورجانز. طبعا صورت المحاضرة ورجعت طلعت بدون صوت، الحمد لله راح أعيدها. يعني عنوان المحاضرة هاي الهيستولوجي في هيومن أورجانز، عن الأعضاء تاعت الإنسان في علم الأنسجة. شو يعني الحكي؟ هسه راح نشوف. بداية قبل ما أبلش بس بدي أنوح كم شغلة. هاي المحاضرة صراحة محاضرة يعني ثقيلة شوي يعني بالنسبة لكم، لأنه المعلومات يعني الحكي اللي فيها يعني هي مش ما بتحكي عن موضوع واحد، بتحكي عن مجموعة أعضاء يعني، وأشياء اللي فيها يعني شوي الهيستولوجي ما يعني مش مطالبين أشياء كثير تعرفوها، فيعني هي حتصفي محاضرة حفظ، لأنه في مواضيع فيها لو بدها تنشرح راح بدها محاضرة كاملة. يعني في اشياء حرفيا ما حكتها الدكتوره ابدا، وفي اشياء بس هيك مرت عليها مرور الكرام. ففي اشياء اللي بقول لكم انا بس حفظ، لا تسالوا ليش هي هيك، بس احفظوها، واللي بحب يفهم اكثر يعني زياده عن المطلوب يبعث لي ما في مشكله. بسم الله نبلش. الهيومن سكين بقول لك السكين از ذا اوتر كفرينج اوف ذا بودي اند اتس ذا لارجست اورجان اوف ذا انتيجومنتري سيستم. بقول لك انه السكين هو عباره عن الغطاء الخارجي تاع الجسم، وهو أكبر عضو في الانتيجومنتري سيستم، يعني الجهاز الغطائي، وأكبر هو عضو بالجسم بشكل عام. Nearly تقريبا all human skin is covered with hair follicles. كل جلد الإنسان بغطى ببصيلات شعر، مش شعر، بصيلات شعر. يقول لك إنه في مناطق ممكن تظهر hairless، يعني هي فيها بصيلات شعر ولكن ما في شعر، انت مش شايف شعر، تمام. There are two general type of skins، نوعين من الجلد. Hairy skin يعني عليه شعر بكون everywhere on body، او عندك glabrous يعني free from hair ما فيه شعر، مثل عندك اللبس الشفايف، السولز اللي هو باطن القدم، والبالمز. يعني هاي يعني سبحان الله، يعني لو يعني تخيلوا لو عندك البالمز هي راحت اليد بطلع عليها شعر اللي هي من جوا، يعني كيف راح تقدر تمسك الأشياء، تتحسس الأشياء وهيك يعني. فيعني حكمة هي من ربنا سبحانه وتعالى، يعني إنه هاي المناطق يعني الشفايف تخيلوا بطلع عليها شعر، يعني سبحان الله. يعني the function of skins، في عندك مجموعة من الوظائف للجلد. أول وظيفة البروتكشن، حماية. إيش يعني؟ بيحمي لك جسمك، بيحمي جسمك من دخول عليه الميكروبات، البكتيريا، فيروسات الى اخره، زي يعني درع. سنسيشن، احساس، عن طريق عندك مستقبلات عصبيه موجوده تحت الجلد بتنقل اشارات عصبيه للدماغ، والدماغ بترجم هاي، بحلل هاي الاشارات وبعطيك، برجع يرجعها لمنطقه الجلد، فبخليك تحس بحم، برد، وجع، اي شيء. heat regulation، تنظيم درجة حرارة الجسم عن طريق التعرق، العرق، عن طريق الغدد العرقية اللي بفرزها العرق اللي بفرزه الجسم، ف بتحكم بحرارة الجسم. evaporation control، تحكم بعملية التبخر يعني برضه عن طريق الجلد، يعني كله بالجلد اللي هو تعرق ومش عارف ايش. excretion برضه عن طريق التعرق، تخلص من الفضلات عن طريق العرق، الاشياء السولتس، الووتر وما اخره. water absorption and resistance، مقاومة الماء وامتصاصه. هسه رح نحكي عنها هاي يعني تحديدا مين بيعملها، اي طبقة من طبقات الجلد. water absorption and resistance يعني انه الجلد بتحكم بكمية المي، يعني عنده حد معين خلص ما بسمح دخول اكثر من هذا الحد للمي للجسم، ولا بسمح لخروج اكثر من هذا الحد المعين لخارج الجسم، فهو بنظم يعني مقاوم وبمتص، مقاوم للخروج وبمتص مرض. عندك aesthetics and communication يعني for beauty، يعني aesthetics يعني انه المنظر، يعني هو بعطي جمالية للمنظر الجلد، يعني تخيل الانسان بدون جلد فيعني بيكون المنظر شوي سيء، فيعني سبحان الله. ف communication تواصل، مثلا facial expression يعني تعبير الوجه بالعين، بالثم، اي شيء يعني عضلات الوجه اي لما تحركها، يعني تعطيك تعبير انك سعيد، حزين، معصب، هكذا يعني. فهي كوميونيكيشن، تتواصل مع الناس عن طريق اللي هو تعبير وجهك عن طريق العضلات اللي موجودة تحت الجلدين.
storage and synthesis تخزين وتصنيع، تصنيع مثل الكولاجين إلى آخره، وتخزين مثل الدهون إلى وغيره. There are two primary layer of skins. عندك طبقتين من الجلد، عندك epidermis وdermis. تمام. قبل ما نبلش نحكي عن الديرمس والإبيديرمس هون على الرسمة. تمام. أول طبقة بالديرمس اللي هي الإبيديرمس بتكون عندك قلنا من من خمس طبقات رئيسية. هاي الطبقات عندك الستروتوم كورنيوم، الستروتوم لوسيدم، والستروتوم جرانيلوزم، والستروتوم سباينوزم، والستروتوم بازالي. ستراتوم أو بنقرز ما بتكون. ستراتوم كورنيوم هاي يعني الطبقة الأوتر موست، الطبقة الخارجية، لك تحفظهم يا من جوا لبرا يا من جوا برا لجوا. بعد ممكن السؤال يسألك إيش ترتيبهم من جوا لبرا أو من برا لجوا. الأوتر موست لير الطبقة الخارجية هي الستراتوم كورنيوم، ستراتوم لوسيدوم الطبقة اللي بعدها، ستراتوم جرانيولوزوم هاي الطبقة اللي بعدهم، ستراتوم سباينوزوم الطبقة الرابعة، ستراتوم بازالي هي الطبقة آخر طبقة. تمام. بس في معلومة أنا جيت تحت بقول لك الستراتوم كورنيوم واللوسيدم بس موجودات عندك بالبال وال وش اسمه السول فقط. اسمي هيك تحت هوني الإبيديرمس بقول لك هي الأوتر موست لاير أوف سكين. إذا الأوتر موست لاير أوف إبيديرمس إيش؟ السكين الإبيديرمس. طب الأوتر موست لاير أوف إبيديرمس الستراتوم كورنيوم. ركزوا، أوتر موست لاير أوف سكين بشكل عام بين الإبيديرمس والديرمس كطبقات كاملة الإبيديرمس. طب الأوتر موست لاير الموجودة بالإبيديرمس اللي هي الستراتوم كورنيوم والستراتوم كورنيوم. من إيش مكون عندك الإبيديرمس بشكل عام؟ Stratified squamous epithelium and basal lamina. طبعا موضوع ال epithelials يعني squamous columnar cuboidal هاي يعني مفروض انكم عارفينها من المحاضرة اللي قبل. and basal lamina. تمام. Epidermis contain basal lamina يعني الطبقة القاعدية اللي تحت يعني آخر الطبقة اللي تحت. تمام. الإبيديرمس ما هو افاسكولار، ايه اخذتوها بالانترو يعني without او no فاسكولار او عدموية، فهو لا يعني ما في او عدموية فما بوصله تغذية، ما في blood vessel. سبقول هو بوصله تغذية بس مش عن طريق نفسه، ما بيغذي حاله عن طريق او عيته الدموية لانه ما في او عدموية اصلا. بس بقولك انه الديبست سيل الخلايا الموجودة بالعمق تأخذ النيوتريشن تاعها يعني تتغذى عن طريق ايش؟ بقول لك عن طريق البلد كابيلاريز الأوعية الدموية أو الشعيرات الدموية اللي بتتفرع أو تمتد to the upper layers of dermis. شو يعني؟ هاي الديرمس كون عندك من بابيلاري وريتيكولار ريجن، عندك الأوعية الدموية اللي بتمتد من الديرمس بتكون قريبة كثير من الطبقات اللي هي طبقة الإبيديرمس هي الستراتوم بازالي بازالي. طب هاي الخلايا اللي تحت الديبست سيل بتتغذى عن طريق الاوعيه الدمويه هاي، بتوصل تغذيه لهون او عن طريق الاكسجين اللي بيجي من برا من البيئه المحيطه ويدخل لجوا وبيغذي. هاي بقول لك mostly by diffused يعني اكثر شيء عن طريق diffused auto from the surrounding air او عن طريق كابيلاري. اما هو ما بيغذي حاله، بيعتمد على شيء ثاني يعني على الهواء من برا او بيعتمد على الاوعيه الدمويه الموجوده بالطبقه اللي تحتيها اللي هي الديرمس، وبتغذي عندك الديبست سيل هي الخلايا العميقه اللي بتكون تحت هي موجوده عندك بالستراتوم بازالي بيزالي. طب شو الفانكشن تاعت الابيديرمس اللي هي الطبقه الاوتر موست لاير اوف سكين؟ ناتشورال بارير حواجز طبيعيه او حواجز يعني هي فيزيكال بارير حواجز فيزيائيه تمنع عندك الانف يعني حاجز. هي حاجز لايش؟ ايش تحميك من ايش؟ من الانفكشنز العدوات بكتيريا مايكروبات بشكل عام. ووتر بروف، ووتر بروف يعني زي ووتر ريزيستنس زي ما حكينا هي الوظيفه اللي فوق انه يعني بتحكم يعني بمنع دخول المي لجوا جسمك فوق حاجتين. خلاص فهمتوا كيف؟ there are five sub layers. طبعا stratum stratum معناها ايش؟ layer. تمام. ممكن تسالون عادي there are five sub layers او stratum in the epidermis الطبقه الخارجيه عندك خمس طبقات حكينا عنه من الأوتر موست لاير. أول طبقة إيش؟ طبعا هذا الحكي مكتوب إن شرحت أول مرة فلما عدت المحاضرة الخرابيش هاي مش مشكلة معلم. الستراتوم كورنيوم أول طبقة الأوتر موست لاير، بعدها ستراتوم لوسيدم كرانيولوزم سباينوزم عندك جيرمينيتيفم
جيرمينيتيفيوم او اللي هي البازالي ستراتوم معلش ستراتوم عندك اللي هو الجيرمينيتيفيوم او اللي هو البازالي هي نفسها هي اخر طبقه الانر موست لاير تمام. هاي هنا عندك الستراتوم كورنيوم سودام جرانيولوزم سباينوزم وبازالي وتحتيها بيجي الديرمس. بس نعرف انه هسه من جهه خلاص ليش اقول لك هسه حكينا عندك ستراتوم كورنيوم واللوسيدم only found in palms of hands and sole of feet. ليش؟ لأن هاي المناطق أكثر مناطق معرضة للاحتكاك تمام وفريكشن تمام. كيراتينايزيشن عملية الكيراتينايزيشن يعني هي أصلا اللي بتعمل عندك يعني هي اللي بتقوم بوظيفة الووتر ريزيستنس أو الحماية من الميكروبات. هي الطبقة الخارجية بتكون على الستراتوم كورنيوم. شو يعني؟ يقولك البازال لاير البازالي لاير أو البيزال لاير يعني الطبقة القاعدية بتكون تحت تنقسم يعني الخلايا اللي موجودة بالبيزل لاير تنقسم عن طريق الميتوسيس. ميتوسيس يعني انقسام منصف والخلايا اللي بتنتج هاي جديدة الدوتر سيلز موف أب تطلع فوق. عشان تتخيلوا الموضوع تمام تخيل ان انا هاي حاجة زونة هنا خلايا هيك محشورة يعني فهمتوا ملزقات ببعض خلايا هون يعني قاعدة خلاص فيش تحت. هاي الخلايا لما تنقسم تعتبر الأزرق هي النسخ الجديدة. الخلايا هاي مثلا هاي الخلية انقسمت كل هاي الخلايا انقسم راح يكونوا خلايا بتيجي فوقية ولما تنقسم هاي الخلايا راح تضل يدفعوا بعض لفوق لفوق. فالخلايا الجديدة راح تضل تدفع حالها لفوق لما توصل لفوق. فلما توصل لفوق ايش راح يصير؟ احنا حكينا مصدر التغذية بتاعت الخلايا في عندك اللي هو اعتبر هاي الديرمس. احنا هون بنحكي عن آخر طبقة معلش على الخط يعني هون قلنا اخر طبقه هو البيزال لاير تحتيها مين الديرمس. قلنا الخلايا تاعت البيزال لاير تنقسم تحتيها الديرمس قلنا فيها اوعيه دمويه تعتبر اوعيه دمويه بتغذي عندك الخلايا اللي تحت. طب خلايا الدوتر هاير لما تطلع لفوق تطلع فوق راح تبعد عن مصدر التغذيه ما بقدر يوصل لفوق. شو راح يصير فيها؟ راح تموت هاي الخلايا من اللون الزهري عشان لون راح تموت هاي الخلايا يعني تترسب فوق راح تطلع السيتوبلازم تبعها وتطلع بروتين اسمه كيراتين تتراكم فوق السطح وتسوي عندك طبقة الكيراتين تمام اللي هي هاي الطبقة أصلا هي نفسها الديد كيراتينوسايتس الموجودة بالستراتوم كورنيوم. هاي الطبقة اللي فوق خلايا ميتة ما فيها أنوية تمام. هسا نشوفها رسمة كيراتينايزيشن البيزال لاير قلنا بتنقسم الميتوسيس والدوتر سيلز موف أب why they are going upward. وخلال حركة الخلايا هاي اللي فوق they get far away from their blood supply يعني هم بيبعدوا عن مصدر التغذية يعني المصدر اللي بيغذيهم بالدم يعني المحتوى على الغذاء أكسجين وما إلى آخره. so they start to change in shape and composition فهاي الخلايا بتغير شكلها وتركيبها وموقعها كمان as they die بتموت. لما تموت هاي الخلايا بقولك السيتوبلازم بتاع هذا الخلايا بطلع منها. فالخلايا برضو بتصنع إشي اسمه أو تنتج إشي اسمه الكيراتين لما توصل عندك الطبقة اللي فوق اللي هو الستراتوم كورنيوم. فخلاياها بصير إيش معبية كيراتين فبتطلع سيتوبلازم وبتصنع عندك الكيراتين لما توصل فوق بصير معبية كيراتين. هذا الكيراتين بيكون عندك سلف طبقة قاسية وخشن معناها ثواني بس سلف ثواني المهم نفس الشيء يعني اتوقع هيك معناها يعني الكيراتين is slough and make a layer of كيراتين يعني الطبق اللي قلنا خلص لما يطلع عندك السيتوبلازم بتاع الخلايا وتنتج عندك بروتين هو الكيراتين وتراكم فوق فتكون عندك طبقة الكيراتين وهي العملية اسمها كيراتينايزيشن. كيراتينايزد لاير الطبقة اللي عليها كيراتين تاعت السكن is natural barrier حاجز طبيعي أو فيزيائي which is responsible مسؤول عن ماذا keeping water in the body إبقاء الماء داخل الجسم أو keeping other harmful chemicals and pathogens out يعني إبقاء other harmful chemicals يعني مواد كيميائية مؤذية أو pathogens يعني مسببات مرض تمام جنز يعني مسبب مولد وباثو مرض فباثوجنز مولدات المرض خارج الجسم تمام فايش يعني صفت حكينا عندك الخلايا الموجوده بالبيزال لاير اللي اقرب شيء للديرمس تنقسم والخلايا اللي بتطلع لفوق تدفع بعضها لفوق الخلايا الجديده تبعد عن مصدر التغذيه بالدم
فبتموت وتطلع عند السيتوبلازم تبعها وتصنع عندك كيراتين وبتراكم فوق، وهذه الطبقة الكيراتين بتأدي وظيفتها اللي هي حاجز طبيعي اللي هو بيحمي عندك من الباثوجينز والكيميكال هارمفول كيميكالز، وبتحمي عندك اللي هو كيبينج عندك الووتر ان ذا بودي، يعني بتعمل ووتر ريزيستنس محافظة على المي في الجسم. ترى هذا نفسه احنا بنحكي عليه عن لسه عن الابيديرمس، فحكينا وظائف الابيديرمس ناتشورال بارير من انفكشن ووتر بروف، نفس اللي تحت الانفكشن اللي هي حكينا الباثوجينز، والووتر بروف اللي بتحافظ قلنا كيبينج ووتر ان ذا بودي، بس يعني هي نفس هاي الوظيفه هون نفس اللي تحت. تمام بنحكي عن نفس الموضوع يعني. فلو تلاحظوا هون عندك ستراتوم كورنيوم الطبقه الاولى الاوتر موست لاير، خلايا ما فيها نواه، خلايا ميته ما فيها أنوية زي هيك هون هون هون. تمام نرجع للرسمة، هرجع لكل الرسمات أنا، هاي الرسمات انسوا ما حكيت إيش عنها الدكتورة، بس هون يعني ستراتوم كورنيوم، هون عندك ستراتوم لوسيدم، هون عندك جرانيلوزم سباينوزم وبيزاري، هون عندك البيزمنت ميمبرين فقط، تحتيها الديرمس مش مهم أبدا أبدا أبدا، ولا جابت سيرتهم ولا أصلا موجودات من الدكتورة. تمام نحكي هسه عن الديرمس، ثاني طبقة اللي هي ثاني طبقة من طبقات الجلد وهي الانر موست، يعني اللاير اوف انر موست بالنسبة للسكن ماشي، لسه في تحتيها الهايبوديرمس وفي تحتيها الماسلز وتحتيها العظام، لسه اللاير اوف سكن يعني هي طبقة من الجلد تحت الابيديرمس، كونسيست اوف كونكتيف تيشو انسجة ضامة كونكت ات تو ذا ابيديرمس باي بيزمنت ممبرين. شو يعني الحكي هذا؟ هاي عندك هون على الرسمة قلنا في عندك بيزمنت ممبرين، هذا البيزمنت ممبرين بيرتبط مع الكونكتيف تيشو بتاعت الديرمس، هي الطبقة هاي اللي فوق بسموها البابيلري ريجن، فبركبوا على بعض فبربط بين الديرمس و الابيديرمس. هسه بورجيك كيف يعني هون على الرسم، ولو دقيقة وانا اورجيك احسن احسن هذا صون بورجيك اياها. هسه بقول لك هاي المنطقة بالزهري هاي الديرمس، كيف عرفت؟ finger like projection نتوءات مثل الاصبع، لون هيك بيختلف على الثاني فوق هيك، لما تشوف هاي النتوءات اللي زي الاصبع اللي زي هيك هذول 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 اعرف انه هاي بدايه الديرمس، وبسموها البابيلاري ريجن. هاي بتركب على البيزمنت ميمبرين او البيزاري لاير، تركب عليها من هيك زي البازل يعني هيك قطعه هون زي فراغ، هسه درسموها هون يعني بتعتبروا هاي البيزمنت ميمبرين، وهاي تركب عليها يعني هاي ملائمة لهاي، يعني لو درس هاي تركب عليها تركب، فاهمين؟ فبقول لك عشان هيك هي بتربط يعني هاي ال finger like projection بتربط عندك المنطقة اللي تحت كلها تاعت ال connective منطقة مكونة من connective tissue اللي هي الديرمس مع ايش، تربطها مع اللي هي الابيديرمس. تمام تمام هرجع للرسم فوق مالي الديرمس، حكينا نقول لاير اوف سكن طبقة من الجلد تحت الابيديرمس بتكون عندك من كونكتيف تيشو كونكت ات تو ذا ابيديرمس باي بيزمنت ميمبرين او البيزال لامينا، حكينا شو يعني ات كاشنز ذا بودي فروم ستريس اند سترين، يعني بتعمل كوسادة، يعني وسادة شو وظيفتها؟ بتريح بتريح يعني بتريح الجسم من الستريس الضغط والسترين برضه الضغط نفس الشيء، تأكد بس سترين هوني ضغط نعم. كونتين ايش تتكون هاي الديرمس؟ نيرف اندينجز نهايات عصبيه، نهايات عصبيه دائما الاعصاب يعني بتكون وظيفتها تربطها بالسنسيشن احساس يعني ذات بروفايد ذا سنس اوف تاتش اند هيت، يعني بيعطيك احساس بالتاتش اند هيت. تمام نرجع نربط مع الوظائف، اول شيء حكينا بروتكشن وظيفه ايش؟ الابيديرمس اللي برا بحميك من الميكروبات وغيره، سنسيشن حكينا عندك الديرمس تحتوي على نيرف عندك نهايات عصبية بتتحكم عندك بالسنسيشن بالإحساس بالحرارة وغيره. تمام شو حكينا كمان؟ حكينا عن ال water absorption and resistance وظيفة الكيراتين أو اللي يعني طبق بشكل عام الإبيديرمس لطبقة الستراتوم كورنيوم، هيك نربط الوظائف يعني مع ال يعني في هو سؤالهم ممكن يجيك وبقول لكم مين هي الطبقة المسؤولة يعني تحديدا عن عملية الووتر ريزيستنس او الحماية من الباثوجين او هذا الستراتوم كورنيوم اللي بتعمل عندك ووتر ريزيستنس و
هاي عن طريق الكيراتينايزيشن. وممكن يقول لك يعني الكيراتين بدل ستراتوم كورنيوم، او ممكن بشكل عام بدون ما يتخصص له ابيديرمس يكون الجواب عادي. تمام تمام. اذا الديرمس قلنا بتكون عندك من نيرف اندينجز، نهايات عصبيه، بتزودك عندك بالسنس، بالاحساس، بالتاتش اند هيت. البلد فيسلز اوعيه دمويه بيحتوي، بروفايد نورشمنت اند ويست ريموفال فروم اتس اون سيلز. يعني بقول لك انه بروفايد نورشمنت، غذاء، وتعمل على ازاله الفضلات من خلاياها نفسها الموجوده بالديرمس يعني، وبرضه من الخلايا الموجوده بالستراتوم بازالي تاعت الإبيديرمس اللي هي أقرب طبقة عليها. شو قلنا؟ اللي هي الطبقة اللي تحت من الإبيديرمس هي أقرب طبقة للديرمس. تمام تمام. بتعمل على غذاء، تزويد الغذاء، وإزالة الفضلات من خلاياها نفسها تاعت الديرمس، وبتزيل الفضلات برضو من خلايا تاعت الستراتوم بازالي الموجودة تاعت بالإبيديرمس، لأنهم هي مقربة بعض. هون الستراتوم بازالي وهون عندك الديرمس. هسه نشرح على الرسمة. تمام. مكونات، نكمل مكونات الديرمس. عندك السويت جلاند ثلاثة اللي هي الغدد العرقية، سكريت سويت تفرز العرق، حكينا العرق نربطها مع الوظائف، هيت ريجوليشن، ايفابوريشن كنترول، اكسكريشن تخلص من الفضلات. بس سيبيشس جلاند سكريت سيبم، تفرز عندك السيبم، اويلي ماتيريال مادة زي الزيت يعني زيتية، لوبريكيت ترطب الجلد. اذا بقول لك اذا كان هذا السيبم يعني تم افرازه اكسسيف يعني بشكل كبير، انتاجه بشكل كبير، السكن بصير ايش؟ ثيك اند هيفي ان تكستشر، يعني القوام او الملمس تاع الجلد بصير يعني سميك او ثقيل يعني. اخر مكون مكونات الديرمس اللي هو الهير فوليكلز يعني بصيلات الشعر، ابوكراين جلاندز، وليمفاتيك فيسلز. هسه بدنا نقعد نشرح وظيفة كل واحدة يعني، ليش ليمفاتيك فيسلز، ليش ابوكراين جلاندز، ليش، ما راح نخلص. فخلص احفظوها هيك، ابوكراين جلاندز وليمفاتيك فيسلز وهير فوليكلز. والدكتور اصلا يعني ما حكت عنهم يعني، مش عشان انا بدي اشرحهم. تمام تمام. ومش مهمين معكم اصلا، بس تعرفوا حفظ اصلا اغلب معكم المحاضره يعني مش مهم صراحه، هو بس هترجع تاخذ كل المواضيع لحال يعني منفصل. تمام تمام. اذا نيرف اندينجز، بلود فيسلز، سويت جلاند، سيبيشس جلاند، هير فوليكلز، ابوكراين جلاند، ليمفاتيك فيسلز. نقرا اول شيء المكونات الديرمس، بعدين نرجع نشرح كل الرسمات اللي فوق واللي هذول اللي هون. تمام تمام. Dermis is divided into papillary region. إيش البابيلاري region؟ Finger like projection. عندك مكونين للديرمس. حكينا الإبيديرمس بتكون عندك من خمس طبقات. الديرمس بتكون عندك من منطقتين. Papillary region, reticular region. هاي البابيلاري region هي الطبقة الفوق من الديرمس اللي هي بتكون أقرب إشي على إيش؟ على البازالي لاير تاعت ال أو الستراتوم بازالي تاعت ال إبيديرمس. Finger like projection. نتوءات مثل الأصبع. نتوءات مثل الأصبع. من ايش تتكون؟ شو نوع الكونكتيف تيشو تبعها؟ ايريولار كونكتيف تيشو. بتذكركم بالانسجه اللي مرت معنا، حكينا عندك هون ستراتيفايد سكواموس ابيثيليوم بتكون الابيديرمس مع بيزال لامينا، وهون حكينا عندك ايريولار كونكتيف تيشو والريتيكولار ريجن من دنس ايريولار كونكتيف تيشو. حفظ حفظ. نعم. بقول لك انه ات السيرفس يعني الحواف تبعتها انتر ديجيتيت وذ ابيديرمس. شو يعني انتر ديجيتات بالضبط؟ انا فهمك هتفهموها على الرسمه هسه. تمام فهمت. تمام. its surface انتر ديجيتات with epidermis. its provide the dermis with bumpy surface that strengthen the connection between dermis and epidermis. عارف انكم ما فهمتوها، هسه بفهمكم. قلنا finger like projection تكون عندك من areolar connective tissue. بقول لك السطح تبعها، تعالوا على الرسمه، تعال السطح تاع ال هاي البابيلاري ريجن حكينا، لا الليزر البابيلاري ريجن هاي منطقة الفوق هاي، وين ما تشوف حكينا نتوءات تشبه الأصبع تركب على البيز ممبرين أو الستراتوم بازالي. إيش هون بلش عندنا الديرمس أول طبقة منها وهي البابيلاري ريجن. تمام تمام. وهون نهاية عندك الإبيديرمس، هون بداية الديرمس. هاي عندك نتوء زي الأصبع راكب على هاي، نتوء زي الاصبع راكب على هاي. تمام تمام. وهون عندك البابيلاري ريجن، فهون شو قال لك تحت؟ ان هي انتر ديجيتيت الحافه تبعتها يعني زي ترتبط مع البيزمنت ممبرين مع الابيديرمس، ف
فهي اللي بتعزز ارتباط الديرمس مع الابيديرمس. طب هي اللي ربطتهم مع بعض اصلا، فيعني هاي المنطقة كلها مع المنطقة اللي فوق مربوطات عن طريق هذا الفينجر لايك بروجكشن اللي ارتبط على يعني اللي دخل بالبيزمنت ممبرين اللي الفراغ يعني اللي هو بلائم شكله. تمام، هون عندك متوذي الاصبع يعني، هاي بتعرف انه هاي رسمه اصلا اخذه من سكن، يعني هذا كروس سكشن من سكن. هاي الطبقه اللي فوق الاستراتوم كورنيوم تحتوي على الكراتين، هاي من طبقه الكراتين هيها. وعندك هون طبقه الابيديرمس عادي لونها اصلا مختلف بنفسجي، بيكون هون صار اللون فاتح غير اللون، قلنا فينجر لايك بروجكشن. اذا هون بلشنا بطبقه الديرمس بابيلاري ريجن، تحت بتحتوي على جلاندز وبلاد فيسلز والى ما اخره الى اخره. عندك هاي الريتيكولار ريجن. تمام، نرجع للصوره هاي قبل ما اكمل، بس بدي ارجعكم شغله عندنا او خلاص بس اكمل الحكي كله. ها بابيلاري ريجن قلنا فينجر انتر ديجيتيت وذ ابيديرمس، حكينا كيف يعني مع الابيديرمس بروفايد ديرمس وذ بومبي، يعني بعطي الديرمس له شكل مثل مطب هيك، شايفين زي المطبات يعني بومبي سيرفس ذات سترينثن، بقوي عندك الكونكشن بين الديرمس والابيديرمس. اذا هذا النتو اللي زي البازل يعني زي لعبه البازل بركب على الابيديرمس اللي هو البيزالي لاير او الكونكتيفيتي البيزمنت ممبرين، وبعمل ارتباط بين المنطقتين هذول اللي فوق بعزز الارتباط بينهم. الريتيكولار ريجن ثاني طبقه من طبقات الديرمس بتكون اعمق واغلظ او اسمك، بتتكون عندك من دنس ايريجولار كونكتيف تيشو. هناك قلنا ايريولار كونكتيف تيشو. الدنس ايريجولار كونكتيف تيشو بتحتوي على ثلاث انواع من الفايبرز، هاي المنطقه كولاجينوس الاستيك وريتيكولار فايبرز. شو وظيفه المنطقه؟ بروفايد سترينث قوه، اكستنسيبيليتي يعني ستريتش يعني زي تمدد، والاستيسيتي يعني مرونه للمنطقه. has sebaceous gland to produce sebum، حكينا وظيفة السيبوم lubricate the skin. تمام تمام، إذا بس تعرفوا كل واحد هاي irregular connective tissue هاي dense irregular. وتعالوا نرجع للرسمات، ركزوا معي عشان تحفظوها. قلنا عندك أول شيء الإبيديرمس، قلنا الطبقة اللي فيها شنوا، هاي طبقة فيها الكراتين الستراتم كورنيا. الطبقة اللي بعديها بتيجي عندك الستراتم جرانيولوزا. تمام، بعديها بتيجي عندك الطبقة اللي بعديها وانا مش حاطين لكم طبقة اللي هو استراتم لوسيدم، بس انتوا احفظوها لو اجتكم الرسمة هاي نفسها، هاي حطوه استراتم جرانيولوزا. استراتم سباينوزا، هيك شكل الخلايا صار في كثير خلايا هون. واخر شيء اللي بالقاع اللي بتكون قريبة من الفينجر لايك بروجكشن او اللي برتبط عليها الفينجر لايك اللي هي استراتم بازالي. شو تغير اللون هون؟ غير اللون، شفنا finger like projection على طول. لا تفكر شفنا finger like projection، ايش هاي finger like projection؟ يعني هاي بلشنا بالديرمس، خلصنا من الابيديرمس، قلنا هاي interdigitate ترتبط مع ايش اللي هي البيزمنت ممبرين تاعت الابيديرمس، فايش بعمل بعزز عندك strengthen، بعمل بغوي الconnection between الديرمس and epidermis. حرجع عيد نفس الحكي على الرسمة هاي، هاي طبقة الستراتوم كورنيوم تحتوي على الكيراتين، وهاي الإبيديرمس. وبس شفنا عندك اللون طبعا بيختلف، في عندك هون شفنا فينجر لايك بروجكشن، فينجر لايك بروجكشن، فينجر لايك بروجكشن، نتوءات تشبه الأصبع. خلاص بلشنا بالديرمس، وهي طبقة البابيلاري ريجن. تمام، البابيلاري ريجن قلنا بترتبط مع وين؟ مع البيزمنت ممبرين أو البيزا بازالي عفوا الستراتوم بازالي أو البازل لاير أو شكلها زي البازل يعني، بركبوا على بعض وبعزز عندك الارتباط من الابيديرمس والديرمس. تحت عندك طبقة الديرمس عندك اللي هي البابيلاري الريتيكولار ريجن، حكينا هون بتكون عندك من ايريولار كونكتيف تيشو، وتحت بتكون عندك من دنس ايريولار كونكتيف تيشو. تمام تمام، تحتوي حكينا عندك على سيباشيوس جلاند، تحتوي على بلاد فيزلز الى اخره. تمام، نرجع للرسمة هاي، شفتوا حعيد كل الرسمات نفس الحكي. عندك الطبقة اللي فوق هاي باللون البنفسجي، حكينا ايش اللي هي الابيديرمس، وشفنا نتهو مثل الاصبع. خلاص بلشنا بالديرمس بابيلاري ريجن، وتحت عندك اللي هو الريتيكولار ريجن. بس هون هاي رسمه شامله كل شيء. اذا هون بقول هاي المنطقه، لا ما حدا يقول لي انه هون عندك الديرمس وهون الابيديرمس هون وهاي من هون بلشنا الديرمس، لا قلنا بس نشوف النتهو مثل الاصبع بلشنا عندك ايش الديرمس. هون النتهو الاصبع كل فوقه ابيديرمس، هاي الطبقه فيها شنوال هي الكيراتين اللي هو الستراتوم كورنيوم، بعدها عندك الإبيديرمس، وهون عندك تحت الستراتوم بازالي،
وعندك النتوء المثل الأصبهاض اللي هو البابيلر ريجين تاعت الديرمس، وتحت عندك اللي هو اسمه الريتيكولار ريجين. تمام. نيجي عندك على الهايبوديرمس. الهايبوديرمس يعني هي الطبقة، هايبو معناها أندر، تحت، أندر ذا سكين، وهي ما تعتبر جزء من الأكتوال نوت بارت أوف سكين. ممكن يجيك سؤال ترو أور فولس، يقول لك إنه الهايبوديرمس هي أكتوال بارت أوف سكين، فولس. تحتوي على 50% من الدهون في الجسم، 50% من دهون الجسم موجودة بالهايبوديرمس. كونسيست أوف، تتكون عندك من لوز كونكتيف تيشو. لا تخربطوا بابيلاري ريجن ايريولار كونكتيف تيشو، ريتيكولار دنس ايريجولار. تمام. كونكتيف تيشو تحتوي على 3 انواع من فايبرز، كولاجينس الاستيك و ريتيكولار. بقول لك 50% تعتبر لوز كونكتيف تيشو، والاستين بيحتوي على فايبروبلاست، ماكروفاج، اديبوسايتس. ماكروفاج خلايا مناعيه، اديبوسايتس خلايا دهنيه. مش مهم تعرف شو وظائفهم لانه راح تزهقوهم بعدين. الفانكشنز تاعت الهايبوديرمس، اتاتش سكين تو ذا اندرلاينج بون اند ماسلز. تمام. اول شيء عندك اول طبقه يعني السكين، قلنا بتكون عندك من ديرمس وابيديرمس وديرمس، تحتيهم الهايبوديرمس. الهايبوديرمس بربط هاي طبقه السكين اللي فوقيها مع ايش؟ مع العظام والعضلات، لانه خلاص بعد الجلد عظام بعديه عضلات. سبلاي سكين وذ بلاد فيسلز اند نيرفز، يعني بيغذي او بيزود الجسم بأوعية دموية وأعصاب. إنزوليت ذا بادي، بيعزل الجسم. نرجع للصورة، هرجع ضل نعيد. إبيديرمس، عندك هون إبيديرمس اللي هو الطبقة الخارجية، شوف كيف اللون. قلنا هاي نتوءات، هاي نتوءات، هاي نتوءات مثل الأصبع، نتوءات مثل الأصبع. هون بلشنا بالديرمس، هون البابيلاري ريجن، تحت عندك اللي هو الريتيكولار ريجن، وتحت تحت كيف اختلف شكل الخلايا، بس كيف صارت. فهون هايبوديرمس بربط لك عندك هاي المنطقة كلها اللي فوق تحت مع العظام والعضلات. نرجع هون آخر مرة، قلنا ما إن بس ما نشوف إنه تؤات مثل الأصبع، كل اللي فوقه هذا إبيديرمس. تمام. طب هاي الأشياء الخلايا بس كيف شكلها، عبارة عن كيراتين سيلز أو ديد سيلز، كيراتينوسايتس أو خلايا ميتة. هاي الخلايا الميتة موجودة بالستراتم كورنيوم، الكراتين حكينا وظيفتها، حكينا كل شيء. بس شفنا النتوءات مثل الأصبع اللي بتركب على البيزل لاير، هاي مسميها عندك البابيلاري ريجن، الموجودة وين؟ في الديرمس. تحتيها عندك منطقة اللي هي عفوا اللي هي الريتيكولار ريجن. تمام. تمام. بس يعني كم رسم حكينا، كم مرة عدناها؟ 1 2 3 4 5 6 حكينا هون رسمتين، 7 ثانية يعني. إن شاء الله أنكم حفظتوهم مفروض. نيجي هسا خلصنا السكين، خلصنا كل شيء متعلق فيه. نيجي هسا عن الهيومن انتستين، الأمعاء تاعت الإنسان. شو الفانكشن تاعت الهيومن انتستين؟ digest food، تهضم الطعام. to enable the nutrients released from food to enter the bloodstream، يعني بيقول لك إنه بتهضم الطعام عشان تسمح وتمكن المواد الغذائية اللي بتحتاجها في الطعام، بعد ما تهضم الطعام بتطلع منها مواد غذائية بتحتاجها، تمكنها من إيش؟ يدخل مجرى الدم. together the intestines يعني small and large intestine بأخذوا حيز، يعني معظم الحيز موجود بالabdominal body cavity. هاي هون عندك abdominal body cavity، طلوا يعني أغلبه intestine و small intestine. بقول لك هذا small intestine وانت بيكونوا folded over many times، يعني بيكون مصفطات فوق بعضهم، مصفطات يعني هو أصلا مش مصفطات زي small intestine. هاي بتكون الأمعاء الدقيقة، بتكون أطول من الإنسان بكثير، يمكن مرتين ثلاث أكثر. فيعني سبحان الله، يعني هي مرتبة بترتيب إنها توسع المكان اللي هي فيه، فعشان يقول لك هي folded over many times يعني مصفطة أو ملتفة أو مطعوجة. فهسا two type أو two major subdivisions، يعني قسمين أساسيات من ال human intestine، عندك small intestine وال large intestine، أمعاء دقيقة وأمعاء غليظة. ال small intestine الأمعاء الدقيقة بيقول لك هي أصغر بالديامتر بس أطول وأكبر من ال large intestine. الـ digestion of food and absorption هاي وظيفة تاعت الـ small intestine.
هضم الطعام والabsorption of nutrients. أما large intestine absorption of water. تمام؟ عكسها large diameter large intestine و short in length shorter in length يعني أعرض بس أقصر وبتعمل وظيفتها امتصاص الماء. هذيك أصغر بالدياميتر بس أطول وأكبر ووظيفتها عندك امتصاص النيوتريانس وهضم الطعام. تمام. هسه في عندك البيزك لاير، عندك طبقات أساسية بالإنتستين. هون من الإنر موست لاير، من الطبقة الداخلية، من نحكي من أكثر شيء جوا، ميوكوزا، سب ميوكوزا، ماسكولاريس، أدفنتيتا أو اللي هي السيروسا، سيروسا هاي الأوتر موست لاير. تمام. تعال نشوف على الرسمة. هون الإنر موست لاير جوا الميوكوزا بيحتوي على فينجر لايك بروجكشن مثل النتوءات مثل الأصبع، هذول الفيلاي، هذول اسمهم الفيلاي، وبيحتوي على الكريبتس أوف لوبريكان، وتحتيها الطبقة اللي بعديها اللي هي يعني اللي برا أكثر سب ميوكوزا، بعديها عندك الماسكولاريس، بعديها في عندك عندك الماسكولاريس هون، وفي عندك هاي الماسكولاريس، وبرا في عندك اللي هي طبقة شو اسمها السيروزا، مش موجودة هون. هسه بشوفها الرسمة. هاي نفس هاي بس هاي جاي بالطول، هاي هيك بالعرض، فهمتوا؟ يعني هاي بس قلبناها زي هيك، صارت هيك بالطول. يعني هاي المنطقة اللي هون هي نفس اللي هون، فهمتوا؟ بس يعني هسه هذا اللومن اللي هو التجويف لجوا الأمعاء، وعندك بعديه بيجي ايش اللي هي الطبقات تاعت الأمعاء. عندك أول طبقة الانر موست لاير، الطبقة الداخلية، عندك الميوكوزا. هاي الميوكوزا شو بتحتوي؟ هاي كلها الميوكوزا، كريبتس أوف لوبريكان، تحتوي على الفيلاي، هذول أصابع الفيلاي انتستينال فيلاي، هذول الفيلاي يعني مكونات من سيمبل كله من الإبيثيليال سيل، ووظيفتهم يعني هم بزيدوا انكريز سيرفس اريا، بزيدوا مساحة السطح عشان يمكنك من الامتصاص، بزيد عندك الامتصاص تاع النيوتريانس. تمام. وبيحتوي على جوبلت سيلز، يعني هاي الخلايا بتفرز عندك مخاط عشان يمنع الاحتكاك بين الطعام اللي بيمشي هون باللومن مع الميوكوزا. تمام. خلصنا من الميوكوزا. الطبقة اللي بعدها عندك السب ميوكوزا، بعدها في عندك اللونجيتوديوال مسل، هي طبقة الماسكولاريس بتكون عندك من اللونجيتوديوال وسيركولار مسل، سيركولار مسل واللونجيتوديوال مسل، والطبقة الخارجية اللي برا السيروزا او حكينا الادفنتيتا. تمام. اذا ميوكوزا تحتوي على فيلاي والكريبتس اوف لوبريكان، حكينا وظيفتها وهسه حنرجع لها. وعندك سب ميوكوزا اللي بعدها، وعندك العضلات اللي هي الماسكولاريس، وعندك طبقتين منها لونجيتيدي والسيركولر، طبعا مفصولات عن بعضهم البعض. هسه راح نحكي ايش بربطهم او ايش بفصل بينهم. والطبقة الخارجية اللي هي السيروزا. تمام. وين وصلنا؟ تمام. نجي اول شيء خلني نجي هون نخلص الرسمات. ولسه بقول لك اذا اخذنا مقطع من الميوكوزا او من يعني من الفيلاي وكبرناه، هي الفيلاي بالميكوزا يعني مش فاهم، فبقول لك شو بنشوف؟ كولومنر ابيثيليوم، كولومنر ابيثيليوم يعني بتكون القلية النواب على البيس قريبة من القاعدة وبتكون مطاولة، وجوبلت سيلز بنشوف وبس. كولومنر ابيثيليوم سيل طبعا، ميكوزا اللاير كونتين فيلاي هكينا، finger like projection lined with simple columnar epithelial tissue حكيناهم هذولا، و have an opioid nucleus حكينا شكل بيضوي مطاول، والنيوكليوس بتكون على البيس على القاعدة حكينا، و goblet cells the epithelial cells of the mucosa absorb nutrients حكينا شو وظيفتهم اللي هي موجودات بالفيلاي، بياخذوا النيوتريانس والمي من الدايجستد فود وبنقلوا لوين؟ للدم. اذا بمتصوا يعني هون تمام، هاي اللومن يكون أكل ماشي، بتأخذ النيوتريانس وطلعها على الدم. تمام. جوبلت سيلز شو وظيفتها؟ سكريت ميوكس بيفرز عندك المخاط، بمنع عندك الفريكشن الاحتكاك الطعام مع اللومن عن طريق الطعام هو بيمشي باللومن، بمنع احتكاكه مع الميوكوزا. هسه بوجهك كيف يعني هيك الطعام حكيناها قاعد بيمشي الطعام، هون عندك بتفرز ميوكس طبقة حامية من الميوكس، فالطعام لما يضرب هون ما راح يحتك مع الميوكوزا. تمام. البيزمنت ممبرين، صراحة هاي الجملة يعني الدكتورة لا حكتها ولا قرأتها ولا إشي، هو صراحة يعني مش مهمة بس نقرأها. بيزمنت ممبرين سبورت الابيثيليوم لاير،
support epithelium layer and made of reticular fibers embedded on the basement membrane. بدعم عندك ايش؟ epithelium layer made of reticular fibers. انا بالنسبة لي احفظه بس لعند هون. هاي الريتيكولار فايبرز بقول لك انها امبيدد مغموسه بامورفس بروتين بوليسكرايز جراوند سبستان، مش مهم بس اللي بده يحفظها للشموليه يحفظ، بس يعني ما اعتقد يجي عليه شيء اصلا. دكتوره ما حكت عنها. هون الفيلاي، هون هاي الميكوزال فيها فيلاي، تحتي عندك السب ميكوزال، عندك الماسكلارس طبقتين حكينا، وفي عندك اللي هو السيروسا. هون عندك صوره للفيلاي مكبره بس يعني تمام. ثاني طبقه من طبقات ال مول الانتستين يعني بشكل عام هي السب ميوكوزا. اذا حكينا عن الانر موست لاير للميوكوزا، هسه نحكي عن السب ميوكوزا. بتحتوي على لوز كونكتيف تيشو، بس هاي معلومه مذكوره عنها انها بتحتوي على لوز كونكتيف تيشو. نرجع لنذكر بالكونكتيف تيشو اللي مر معنا بالبابيلري ريجن تاع الجلد، بالديرمس ايريولار كونكتيف تيشو، بالريتيكولار ريجن حكينا عندك دنس ايريجولار، بالهايبوديرمس حكينا لوز كونكتيف تيشو، وهون برضو لوس كونكتيف تيشو بالسب ميوكوزا. تمام تمام. الماسكلارس طبقة هي الطبقة الثالثة لبرا يعني، كونتين انر سيركولار اند اوتر لونجيتيديوال لاير. حتى فوق شفنا على الرسمة يعني هون السيركولار لجوا اكثر من اللونجيتيديوال. تمام تمام. انر سيركولار اند اوتر لونجيتيديوال يعني طبقة من العضلة، layers of smooth muscle fiber، طبقة من الألياف العضلية الملساء بتكون دائرية وبتكون داخلية لجوة وخارج، بتكون طبقة من يعني طبقة من الألياف العضلية الملساء بتكون يعني مطاولة وخارج، خارج بالنسبة ليش للcircular. هسا الانر والاوتر لاير حكيت لكم معلومة انه ما بيكونوا ملزقات ببعض، بيكونوا مفصولات عن بعضهم البعض by reticular and collagenous connective tissue containing nerve fibers and parasympathetic ganglionic أو ganglion cells. شو يعني الحكي؟ بيقول لك إنهم ما بيكونوا ملزقات ببعض، إن في شيء بيفصل بينهم اللي هو reticular collagenous connective tissue containing عندك اللي هو nerve fibers and parasympathetic ganglion cells. مش مهم تعرفوا شو معنى parasympathetic ganglion cells لأنه حتمر معك وتزهقوها. sympathetic والparasympathetic nervous system هم جزء من الأوتونوميك نيروس سيستم. باراسيمباثيتك يعني هذا بيشتغل وقت الراحة، يعني خصوصا وقت هضم الطعام يعتبر راحة، يعني إنه خلاص قاعد مكانك وبتاكل وهذا، فبيشتغل عندك اللي هو الباراسيمباثيتك، بسموه حتى ريست أند دايجست يعني في وقت الراحة ووقت الهضم. يعني ما علينا فلسفة. الموفمنتس أوف ذا انتستين آر بيريستالسيس يعني حركة الأمعاء بيريستالسيس يعني حركة انقباضية أو حركة دودية. And segmentation. Peristalsis and segmentation. يعني حركة الأمعاء بتكون هيك زي يعني بتنقبض وبتتوسع، بتنقبض وتتوسع زي الدود هيك حركتها. يعني ابحثوا عنها على اليوتيوب، حركة اكتبوا عنها، ابحثوا عن الحركة راح تفهموها. Move food through intestine and churn it. Churn it. بالله أتأكد بس شو معناها، أتذكر. Churn it. تشيرنت والله صراحة نسيت المصطلح شو معناه بالضبط، بس مش مهم يعني خلاص احفظوا هي تشيرنت. تموف فود ثرو انتستين اند تشيرنت. عندك السيروزا is the outermost consist of outermost consist of loose connective tissue. إذا عندك السيروزا بتكون عندك من لوس كونكتيف تيشو وبرضه السب ميوكوزا. هو الطبقة الخارجية بتكون عندك من ميزوثيليوم اللي هو نفسه السيمبل سكوامس إبيثيليوم ولوس كونكتيف تيشو. كونتين عندك نيرفز بلود أند لينفاتيك فيسلز. مش مهم تعرف ليش، حفظ بس. تمام تمام حفظ. نيجي للصورة هاي، عندك اللي هو الميوكوزا كيف عرفنا عن طريق الاي الأشياء المطاولة. بعدين عندك سب ميوكوزا، بعدين عندك الماسكلارس اكسترنا، عندك الطبقة الخارجية هون، هون جاي هي هون، هون في عندك هون سيروسا. سيروسا تمام تمام. هاي عندك الفيلاي، هاي عندك هون طبقة، عندك السيروزا، عندك
الطبقة هاي إن هي الماسكولارس اللي هي الأوتر لونجيتودينال لاير والإنر سيركولار لاير. حكينا بفصل بينهم ريتيكولار فايبرز وكولاجينوس. وعندك هون السب ميوكوزا، وفي عندك هناك منطقة الميوكوزا بتحتوي على البلاي وما إلى ذلك. بس يعني قلنا البر سيروز، بعدين سيروزا عضلات البرة بتكون لونجيتودينال، جوا سيركولار، بعدين السب ميوكوزا بيجي تحت الميوكوزا، والطبقة الإنر موست هي الميوكوزا. بس نيجي هسه عندك على الهيومن كيدني، خلصنا عندك الانتستين، نيجي على الهيومن كيدني. كيدني بيقول لك هي تو بين شيبد اورجانز، يعني بيقول لك هي عضو بيشبه حبه الفاصوليا، وبكون هو اثنين، يعني في عندك كليتين ان بوث سايد اوف بودي اند اندرنيث، بيكون تحت الديافرام، تحت الحجاب الحاجز اللي هو اللي بيجي تحت الرئتين. يعني ريستينج اون ذا توب اوف ايتش كيدني از ان ادرينال جلاند، بيقول لك انه على كل كيدني، على كل كليه، يعني مثلا هاي الكلية بيكون فوقها غدة اسمها أدرينال جلاند، تفرز عندك هرمونات أدرينوكورتيك تروبيك هرمون وإلى ما آخره، يعني مش ممكن تعرفه. الكيدني فانكشنز، وظيفة الكلية ريموف اوف ويست برودكتس فروم بودي، إزالة فضلات من الجسم بدون ما تفاصيل وما تعرفوا ميكانيزم أصلا تعرفوا هاي المعلومات. ريموف الدرج فروم بودي، بساعد في عملية الإليمينيشن أو الكليرنس للدواء، بس الدواء يعمل وظيفته وكل شيء وتخلص منه عن طريق الكلية. بالانس ذا بودي فلويدز، بحافظ على اتزان الجسم عن طريق يعني الصوديوم، بتحكم يعني دائما معروف إن الصوديوم بتبع المي، فلما يحافظ على الصوديوم فبحافظ على المي الموجود في الجسم، لما يخلص منه بتخلص مع المي، يعني هيك. ريليز هرمون ذات ريجوليت بلاد بريشر، بس اللي هو مثل اللي عندك الرينين اللي هي نظام الأنجيوتنسين والرينين والألدستيرون والقصص هاي. الكيدني ميد أب فروم وات؟ رينال كورتكس، رينال ميدلا، رينال بلفس. الرينال كورتكس أول شيء تعال على الرسمة، هذا البرة أول شيء عندك محاط كله هذا رينال كورتكس، محاط عندك برينال كابسول، هاي رينال كورتكس، هاي المنطقة، هاي المثلثات، هاي الميدلا، والمنطقة هاي رينال بلفس كلها. رينال بلفس بصب عندك اليوريتر، و يعني بصب عندك بالبلادر بالمثاني، بعدين على اليوريترز، بعدين البلادر، بعدين بخرج مع البول. تمام. هاي هون عندك كابسول، عندك جوا الكورتكس اللي هي وين مذكرينها، هاي هون المنطقة، عندك الكورتكس، هاي هون حاطينك الكورتكس، مثلثات هاي المدلة، وعندك هاي المنطقة رينال بلفس، انسوا الأوعية، هاي البرينال انسوا الفينز والارتري بدونها، يعني اللي هون تحت واضحة بتكون ثواني، هاي المنطقة، هاي رينال بلفس. تمام. رينال كورتكس بقول لك الكورتكس is the outer layer of the kidney and contain the kidney's filtering structure. الكورتكس بقول لك هي الطبقة الخارجية من الكلى، من الكلية، يعني اول اساسا كلهم محاطات بكابسول، بس يعني لو دخلنا الكابسول عندك الكورتكس هو أول طبقة من الكيدني، بيحتوي على الكيدنيز فلترينج ستراكشر، يعني التراكيب اللي بتعمل فلترة للدم بالكلية. عندك النيفرونز، النيفرونز هو البلد فلترينج يونتس، هي وحدة فلترة الدم. عندك يعني أول جزء، يعني الفلترينج، البلد فلترينج يونتس، يعني الوحدات اللي بتفلتر عندك الدم، بتبلش وين؟ بالكورتكس. تمام، يعني بدايتها يعني الفلترة بتبلش عندك بالكورتكس اللي هي عندك بالكوربس اللي هو عندك الرينال، عندك البومان كابسول والجلوميرولس الكبة ومحفظة بومان. The cortex بقول لك، قلت لكم كل هاي القصص محاطة بإشي اسمه كابسول، الطبقة الخارجية. بس هون الرسمة، في عندك الرينال كوربس، عندك من هون عندك اللي هو بومان كابسول، محفظة بومان، تحتوي على الجلوميريولاس اللي بيحتوي على بلاد فيسلز وإلى ما آخره. في عندك هنا سبيس، بومانز كابسول سبيس، بيجي بين بومان كابسول الجلوميريولاس. بس في عندك اللي هو هون عندك البروكسيمال تيوبيول، تمام. هون برضو عندك الرينال كوربسل، برضه عندك محفظة بومان، حواليه عندك اللي هو شو اسمه الريان كوربس اللي بيحتوي على محفظة بومان و
محفظة بومان المهين المحيطة، والجو عندك الكوب اللي هي جلوميرولوس. هاي هون عندك الكورتكس، هون عندك الميدالة، هون أجزاء موجودة بالكورتكس. هون أكيد مش حفظ الصور، لا صور الهيستولوجي بس الصور هاي لا أكيد يعني زي هيك يعني. بس هون عادي ممكن يجيب لك هاي مثل رينال ميدالة، هاي كبسول، أشياء يعني، وعندك الرينال بلفس، الأشياء اللي ذكرناها يعني مكتوبة. تمام، الكورتكس قلنا محاطة بكبسول. الكيدني is covered with renal capsule حكينا، which is tough and fibrous، فيها ألياف ومقاسية أو خشنة. It consists of two layers، هاي renal capsules. عندك layer of myofibroblast called inner layer of capsule، الطبقة الداخلية من الكبسول بتحتوي على myofibroblast. و loose connective tissue is called إيش؟ the outer layer of capsule، يعني الطبقة الخارجية loose connective tissue، والطبقة الداخلية من الكبسول layer of myofibroblast. مش مهم تعرف شو يعني myofibroblast، بس احفظوه حفظ رجاء، ما حدا يتعب حاله بهيك قصص، مش مهم تعرفه. هاي البومانس كابسول، عندك هون بومانس كابسول، في جوا عندك الجلوميرولوس، عندك هون موجود كابيلاريز، اكيد مش مهم تعرفوا الاشياء. بومانس سبيس، عندك هون بومانس كابسول، مش حاطين على رسمة، بس هاي المنطقة المحيطة. وعندك جوا الجلوميرولوس بشكل عام يعني. في عندك هون البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيولز، انا لو مكانكم بحفظ هاي والبومان سبيس كابيلاري بس. بقولي بيحب بيحفظ هذول، الدكتورة صراحة ما حكتهم ابدا ولا حكت اشي غير انه هون في كابيلاريز بس، ما حكت شي يعني. بس يعني هاي بومان سبيس، هون بومان كابسول، هون جلوميرولوس فقط. تمام، هون عندك دقيقة نرجع الرينال ميدلا، نرجع لها رينال ميدلا. الميدلا is the inner part of the kidney، هاي حكينا هون. عندك هاي المثلثات بعد الكورتكس، عندك الميدلا الميدلا الميدلا. تمام inner part، حتى هون هاي الاوتر اللي الكورتكس، وجوه عندك الميدلا. تمام، surrounded by cortex، يعني هي تحت الكورتكس، يعني محيطة الكورتكس محيط بها. شو الفانكشن تاعت الرينال ميدلا؟ help regulate the concentration of urine by filtering out water, salt and acids، بنظم عندك تركيز يعني تركيز البول عن طريق فلترة المياه والأملاح والأحماض. مش مهم تعرفوا كيف الآلية، أسوى يعني بنقل عندك البول أو الفلويدز يعني بشكل عام، سواء إلا وين ده البلفيس، رينال بلفيس، حكينا عندك الرينال بلفيس، تروح تنزل اليوريتر، من اليوريتر ده شو اسمه للبلادر، بعدين بطلع مع البول. انسوا الآلية مش مهمة يعني، انسوا اللي حكيته. رينال بلفيس، بس خلنا أورجيكم الرينال ميدلا، هاي هون هاي زي هاي الدوائر، ها بس ما في عندك الكوربس، ما في عندك رينال كوربس، ما في عندك محفظة بومان، ما في عندك اللي هو الكبة، ما عندك الجلوميرولوس، فشايفين ما في، بس هاي هون مكوناتها. طبعا شو فيها عندك كولكتنج داكت، ثيك ديسندنج ليمب، ثيك اسندنج ليمب، اسم جم تحت ثواني اللي هم هون موجودات يعني. هاي عندك اللي هو في عندك الكولكتنج تيوبولز، في عندك اللي هو هاي عندك الديسندنج، هاي عندك الاسندنج ليمب، هذا هيك بكون نازل عندك من الكورتكس، عفوا هون بكون نازل من الكورتكس، هون برضو يطلع. تمام، بروح على الكولكتنج، بعدين بطلع برجع على الكولكتنج داكت، انسى بنزل هيك بطلع بروح برجع على الكولكتنج داكت. تمام مش مهم صراحه الاشياء، مش مهم يعني، عشان هيك مش قاعد بشرحها صراحه، انه راح تعجبك لو فوت بتفاصيل الكدني يعني صراحه، مش بلك المحاضره هذا. بقول لك الرينال بلفيس اريا ذا سنتر اوف كدني، هيها المنطقه سنتر اوف ذا كدني، هاي بتنزل هون اليوريتر، من اليوريتر بينزل عندك للبلادر، هاي عندك من جهه ثانيه بكون بينزل عندكم اثنين بصبوا وين بالبلادر، والبلادر بروح على اليوريثرا الاحليل، بعدين بروح على بول بخرج يعني على شكل بول.
تمام. رينال بلفيس، البلادر هي المثانة، واليوريتر هم الحالبان يعني يوريترز الحالب. يورين كولكتس يعني بجمع عندك البول and go to the ureter، بعدها البلادر حكيناها رسمناها هسا. What is nephron؟ Nephron is the functional unit of kidney، هي الوحدة الوظيفية للكلية. There are about 2 million nephron in each kidney، مليونين نفرون بكل كيدني. Nephrons begin in the cortex as corpuscle, become tubules and dip down to medulla, then return to cortex before draining to collecting duct. يعني هو هذا الحكي مكتوب نفس قبل شوي الآلية كنت أرسم لكم بالليزر هون، هسه بقول لكم كيف. يعني بقول لك إن النفرون ببلش عندك بالكورتكس، حكينا أول شيء بالكوربسل هو البومان كابسول و شو اسمه محفظة بومان والجلوميرولاس لما تعمل فلتريتنج للبلد. بعدين بقول لك بيكم تيوبيولز عندك اللي هو البروكسيمال تيوبيول اللي هاي وين كوب اللي هو هون، عفوا هون. بعدين بروح بنزل بعدين برد بطلع اقول مكتوب انه برد برجع على الكورتكس، بعدين بروح على الكولكتنج دوت. هسه بروجكت كيف هسه هون على الرسمه هاي بنشوفها. هاي بقول لك اول شيء بيجن بالكورتكس، بعدين بيكم تيوبيولز اند ديب داون بنغمس تحت بالمدله، بعدين برجع على الكورتكس قبل ما يصب بال كولكتنج دوت. كيف يعني؟ هاي كان بالجلوميرولاس الكوربسل، هاي فينا الكوربسل بومن كابسول والجلوميرولاس تمام. بعديها بطلع عندك من البروكسيمال كومبليوتد تيوبيولز هي الأنبوبة الملتوية القريبة، بطلع روح بنزل على ايش قلنا مكونات عندك اللي هو الميدلا، عندك اللوب اوف هنلي السندنج ليمب روح بنزل روح برجع بطلع بالاسندنج ليمب لوين؟ بروح عندك للديستال كونفوليوتد تيوبيول الأنبوبة الملتوية البعيدة. هاي هون الفكرة بقول لك انه كان اول شيء بالكورتكس راح نزل على الميدلا، بعدين بروح بطلع عن طريق الاسندنج ليمب للديستال كونفوليوتد تيوبيول برجع على الكورتكس، بعدين برد بنزل على الميدلا بنزل على الكولكتنج داكت وبطلع بروح على منطقة اسمها الكاليكس. في عندك ماينور كاليكس لكل ميدلا تقريبا، و بعدها بتجمع بمنطقة اسمها ميجر كاليكس، بعدها بروحوا بصبوا وين عندك بالرينال بيلفس يعني أكثر من المدلة كثيرة. هذول كلهم هاي عندك يعني هو ماخذ مقطع بس من واحدة هيك، كلهم بصبوا عندك بالرينال بيلفس، والرينال بيلفس بروح بودي على اليوريتر. تمام بس هاي القصة كلها. collecting duct then descend toward the renal pelvis، قلنا collecting duct بروح ودي على renal pelvis حكيناها هون. collecting duct قناة الجامعة بتنزل عندك على الكاليكس، بعدها على renal pelvis فضل عندك اليورين، بعدها على اليوريتر، بعدها على البلادر. components of single nephron، نفرون بشكل عام renal corpuscle proximal convoluted tubule distal convoluted tubule ولوب اوف هنلي حكيناهم كلهم. هون رسمة المدلة نرجع لها، بقول لك collecting duct حكيناها، هون عندك ال thick descending limb وهون عندك thick ascending limb. بس مستحيل اسألكم عن يعني ما في اشي صراحة كثير يميز بينهم، ولكن يعني ممكن تحفظهم كحفظ بس يعني كشكل يعني لو هذا رح يجي نفسه. بس يعني هيك خلصنا عندك اللي هو الكدني. طب وصلنا عند الهيومن ليفر. الهيومن ليفر is the largest gland in body، هو أكبر غدة في جسم الإنسان، تقسم إلى 4 loops. It has 4 loops يعني إنه طبعاً أشوف إذا في رسمة هون، أصلاً أنا برسمها يعني تقريباً، يعني أعتبره هذا مربع هو الكبد يعني مش الكبد يعني 4 يعني 4 أقسام يعني هيك هيك يعني قسم هيك، مش متساويات بالحجم يعني أكيد، بس إنه الفكرة زي هيك. It has both exocrine glands and endocrine glands. قلنا هي أصلاً هي ليفر عبارة عن أكبر glands، الغدة الأكبر في الجسم، تحتوي على exocrine gland و endocrine gland. شو الفرق بينهم؟ exocrine gland بفرز عندك أو يعني بنتج عندك البايل، البايل هي العصارة الصفراوية وين في الديدنم.
الديدرم هي أول على حسب كلام الدكتور يعني هي first 12 سنتيمتر of small intestine يعني هي أول 12 سنتيمتر من الأمعاء الدقيقة. في عندك ديدرم جيجرم وإيليوم ثلاث أجزاء للأمعاء الدقيقة عن طريق system of bile ducts عن طريق قنوات من العصارة الصفراوية يعني. الاندوكراين جلاندز الليفر بصنع عندك مواد طبعا هون البايل بتتصنع وبفرزها عندك الجال بلادر اللي هي المرارة. الاندوكراين جلاند بصنع عندك وبفرز مواد عضوية ومركبات عضوية وين في الدم. يعني هون الفرق بين الاندوكراين والاكسوكراين. الاندوكراين بفرز بالدم تمام الكروس سيكشن هسه في عندك الكروس سيكشن اوف ذا ليفر shows that it composed from ايش يعني لما ناخذ عندك الليفر تحت الميكروسكوب وشو بنشوف الاجزاء تبعتها هيباتيك لوبيول هي الفانكشنال يونت اوف ذا ليفر عشان نجيهم على الرسمه طبعا والسنترال فين فورم ذا اكسس اوف هيباتيك لوبيول قبل ما اكمل بس العصاره الصفراويه هسه يعني من عند الليفر بتنفرز بتروح على بتمر بقنوات القنوات هاي بتروح وين على السمول انتستين قلنا وين ايش السمول انتستين عفوا الدودينام هو اول 12 سنتيمتر من السمول انتستين وبس يوصل هناك يعني بساعد عندك عدة وظائف انه بساعد عندك على هضم الطعام خصوصا الدهون يعني وبحفز عندك انزيم اللايبيز اللي هو بكسر الدهون وهسه نجيهم تحت يعني وظائف اللايبيز تمام قلنا الهيباتيك لوبيول هو الفانكشنال يونت اوف ذا ليفر اللي هي الوحده الوظيفيه للكبد السنترال فين الفين اللي هو الوريد بيكون بالنص هو بيقول لك انه form the axis of hepatic lobule يعني هو بشكل عندك المحور تاع الهيباتيك لوبيول تعال شوف على الرسمة هاي ايش هو الهيباتيك لوبيول هاي المنطقة هاي الهيباتيك لوبيول هاي بالليزر هاي هي الهيباتيك لوبيول كاملة يعني تشمل المنطقة كلها في اكثر من هيباتيك لوبيول كل هيباتيك لوبيول عندك على central vein سنترال فين هي جاي بالاكسس يعني المحور تبع ايش الهيباتيك لوبيول تمام هسه نشوف الاجزاء الثانيه ليفر سيلز اسيناي ليفر سيلز يعني خلايا الكبد بوليهيدرال سيلز يعني انه خلايا متعدده الاوجه with round central nucleus arranged in cords and plates radiating from central veins بقول لك انها بتترتب على شكل زي احبال او صفائح radiating بتطلع من يعني بتتفرع زي هيك من central vein هسه بورجيك اوكي يعني هيك 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 تمام ممكن تكون اوضح هون على الرسم العادية زي هيك اوكي زي شكل الصفيحة يعني صفائح تمام السينوسويدز form system of vascular channels that radiate from central vein تمام هاي السينوسويد هسه بورجيك اياها اللي هم شايفين هاي الأشياء اللي بالأبيض اللي هون مش الخلايا اللي لونها زهري هاي الأشياء الفراغات البيضة اللي بينهم اللي نفس الأشياء يعني زي هيك هاي هي السينوسويدز هاي بتصب عندك يعني بتصب بوين بالسنترال فين تمام هاي سينوسويدز form system of vascular channel قنوات يعني أوعية دموية radiate from central vein hepatic cords sheets or plates of hepatic cells هسه بورجيك اياها حكينا يعني هذول hepatic cells تمام على الرسمه هاي خلايا hepatic cells هاي الوحده hepatic cell او acini حكينا hepatic cord يعني صفيحه كامله هيك بتحتوي مجموعه من hepatic cells hepatic cord بس طيب البايل كانالكيولاي اللي هي these are channels between rows of cells with hepatic cords bile enter the system of bile duct and gallbladder and secreted into the duodenum شو يعني ولك هي عبارة عن قنوات between الأعمدة اللي هي تاعت ايش cells within hepatic cords هسا برجيك في انا حاط رسمه من عندي هسا هاي هذول الهيباتيك كوردز هاي الهيباتيك كوردز هاي عندك البايل كانالكيولاي كان between them شو بتعمل هاي بتصب عندك اللي هو البايل وين هاي بالبايل داكت هاي البايل داكت هاي receives bile from bile canaliculi من البايل داكت حكينا وين بروح من البايل داكت حكينا وين بروح عندك على small intestine وبساعد في عمليات الهضم
بيكمل وبروح على شو اسمه على السمول انتستين، بساعد في عمليات الهضم وإلى آخره. تمام. شو هون؟ تمام. هيباتوسايت يعني هي making up 70-80% of liver cytoplasmic mass. Hepatocyte contain large amount of rough endoplasmic reticulum and free ribosomes. Hepatocyte يعني خلايا الكبد، يعني هي نفس الليفر سيل يعني. تمام. بقول لك انه contain large amount of rough endoplasmic reticulum، شبكة الاندوبلازمية الملساء، وfree ribosomes يعني ريبوسومات حرة. هيباتوسايت بما انه عنده رايبوسوم، اكيد الرايبوسوم وظيفته تصنيع بروتين. هاي بقول لك involved in protein synthesis، تصنيع البروتين، تخزين البروتين، transformation of carbohydrates، synthesize of cholesterol، bile salts and phospholipids and detoxification modification يعني ازالة السموم، و excretion of exogenous and endogenous substance يعني بيطلع برا، يعني بيطلع برا عندك exogenous اللي هي المواد المصنعة اللي يعني مصنع داخل الجسم، ومواد اللي هي جاية من برا الجسم طلع بعملها الاكسكريشن اخراج داخل خارج الجسم. بس يعني مش مهم يعني تعرفوا ليش سينثيسيس كوليسترول بايسولز فوسفوليبيدز، يعني مش مهم تعرفوا، بس احفظوا انها فانكشنز للهيباتوسايتس. تمام. بورتال سبيسز، دقيقة، هاي البورتال سبيس تمام بتوين لوبيولز، يعني حكينا انك هاي المنطقة هاي من هون لهون لوبيول، هاي الفراغ الابيض اللي هون الكبير اللي بينهم هاي بورتال سبيس بيفصل بين لوبيول واكثر من لوبيول، يعني the space between hepatic lobule. الهيباتيك لوبيول تذكروا انها الفانكشنال يونت اوف ليفر. ات كونتين، شو بتحتوي هاي المنطقه البورتال سبيس؟ ا برانش اوف بايل داكت، يعني تفرع من القنوات العصارة الصفراويه، وتفرع من الشريان بتاع الكبد، وتفرع من البورتال فين الوريد. تمام. هاي هون تحت الميكروسكوب البورتال فين، هاي تفرع من البورتال فين، هاي من الهيباتيك ارتري، هاي من البايل داكت، هاي الهيباتوسايتس هون مع الخلايا يعني. وبس يعني احفظوا انه اكبر واحدة منهم بالرسمة هي البورتال فين، واللي بتشبهها يعني هيك ابيض من جوا الهيباتيك اتري، واللي مختلفة عنهم هي برانش اوف بايل داكت في حال جاب الرسمة نفسها يعني، ولا غالبا ما راح يجيبها يعني. تمام. البرانش حكينا شو ظل، يعني عيد على السريع انه الليفر هي اكبر غدة في الجسم، تحتوي على اكسوكراين جلاند واندوكراين جلاند. حكينا الاكسوكراين جلاند تفرز عندك العصارة الصفراوية عن طريق بايل داكتس، الجزء الاول من السمول انتستين اللي هو حكينا الدودنم عفوا، اندوكراين جلاند انه بيفرز وبصنع عندك اللي هو مواد عضويه وبيفرزها وين؟ في الدم. ولما ناخذ مقطع من الليفر نحطه تحت الميكروسكوب بنشوف عندك هيباتيك لوبيول اللي هي الفانكشنال يونت، سنترال فين بتيجي بالنص بتشكل عندك المحور تاع الهيباتيك فين، بيستقبل عندك الدم من الهيباتيك ساينوسويدز اند درين تو سبلوبولار فين. الليفر سيلز اسيناي هي polyhedral cells with round central nucleus arranged in cord and blades، حكينا كيف cord و blades. و sinusoids form system of vascular channels radiated from central vein، حكينا هاي الأشياء اللي لونها أبيض اللي بين الخلايا مش بين الهيباتيك لوبيول، مش هاي، هاي حكينا الأشياء اللي هون. حكينا بتصب عندك الدم وين؟ بال central vein. وفي حكينا عن الهيباتيك كوردز اللي هي مجموعة من الخلايا يعني تكون مصطفة على شكل صفائح، والبايل كانالكيولاي حكينا انه هي قنوات تيجي بين الروبز اوف سيلز تاعت الهيباتيك كوردز. حكينا الهيباتيك كوردز هي مجموعة من الهيباتوسايت او الليفر سيل، وقولك انه معلومة مكررة انه البايل بدخل عن طريق القنوات وبنفرز وين؟ بالدودينم. الهيباتوسايت making up 70-80. هون شو قصده انه انتر بايل، يعني يا بروح على القنوات عشان يروح او انه بتخزن بالجال بلدر. تمام. يا بروح على الجال بلدر بتخزن او انه بروح على القنوات وبرضه بنفرز وبروح على اللي هو الدودينم. الهيباتوسايتس making up 70-80% of liver cytoplasmic mass حكيناها، بس يعني هذا الشيء.
البورتال سبيس حكينا ان هي الفراغات هاي. تمام، نيجي على الرسمات هذول. اول شيء قبل خلينا نروح على البايل سولتس، املاح العصارة الصفراوية. What is bile made of؟ Bile salts composed of water, bile pigments, cholesterol, lecithin, fat and inorganic salts. Water ماء، bile pigments يعني صبغة تاعت العصارة الصفراوية اللي أصلا جاية من خلايا دم ماتت، وهي عبارة يعني عن oxidized، بيطلع عندك بتتحول عندك الهيموغلوبين كأنه لمادة اسمها البيليروبين، فبتشكل لك هاي الأكسيدايزد فورم من البيليروبين، بشكل لك هاي البايل بيجمنت. مش مهم، انسوا الحكي هذا، انسوا انسوا. كوليسترول، ليسيتين، فات، ان اورجانيك سولتس، حفظ. هاي الامثله حفظ، يعني ما في، ما مش راح نقعد نشرح شو وظيفه هاي، شو وظيفه هاي، وليش هاي، ليش هاي، مش مطالبين. البايل سولتس ار ذا اونلي بارت، يعني هسه البايل عندك بتكون عندك من يعني بايل سولتس واشياء ثانيه يعني. يقول لك البايل سولتس يعني هو الجزء الوحيد من البايل اللي ايش بصير له ريسايكلد، اعادة تدوير عن طريق امتصاصه خلال عملية الهضم، وبرجع عندك للليفر وبنعمل ريوتيلايزيشن يعني اعادة استخدام. What is the function of bile؟ شوف وظيفة العصارة الصفراوية. Acceleration، تسريع عندك الاكشن of pancreatic and intestinal lipases، يعني عفوا بسرع عندك اللي هو يعني الاكشن العمل تاع اللايبيزز. اللايبيزز اللي هي الانزيمات اللي بتكسر الليبيدات الدهون في بقولك الامعاء والبنكرياس. فاسيليتس ذا ابزوربشن، بسهل عندك الامتصاص للدهون من الانتستين من الامعاء. تمام. هاي الرسمات حكينا هون، هاي كلها ليفر لوبيول، وكون مقسم عندك كثير ليفر لوبيولز اللي هو الكبد، وبالنص عندك سنترال فين هون مش حاطين. هاي المنطقة هاي البيضة حكينا اللي هي البورتال سبيسز. هاي البيول عندك مجموعة هيباتوسايتس، هيباتوسايتس أو ليفر سيلز أو أسيناي، وعندك ساينوسويتس هاي الفراغات البيض اللي هون حكينا راديتينج فروم سنترال فين، وهي الأكس استاعت الليفر لوبيول. في عندك هون كمان اللي هو البورتال سبيس، البفصل حكينا بين اللوبيولات يعني بين البيول، ليفر لوبيول ليفر لوبيول آخر. سنترال فين واضح، ساينوسويدز واضح بين الخلايا المنطقة البيضاء، هيباتيك كورد انه معين لك على اكثر من هيك يعني صفيحة من الخلايا مش خلية واحدة، هاي معطيك سهم هيك. تمام. هنا نكبر لك يعني البورتال سبيس، يعني مكبر لك اياها بالرسمة هاي. حكينا بتحتوي على برانش اوف بورتال فين، وبرانش اوف هيباتيك ارتري، وبرانش اوف بايل دكت. تمام. هون هاي الهيباتوسايتس معين لك خلية واحدة، خلية بهيباتوسايتس، الفراغات البيضة بينهم حكينا ساينوسايتس، وعندك هاي بيجمنت، هاي الصبغة. تمام، اللي حكينا عنها هاي بيجمنت، لو نشوف هيك اللون أصفر هيك غريب، هاي بيجمنت صبغة. تمام. الهيومن تريكيا، الهيومن تريكيا known as the wind pipe. شو wind pipe؟ wind pipe ماني known as the wind pipe، يعني هي تعرف كالقصبة الهوائية الهيومن تريكيا. 4 inch long and less than inch in diameter for most people. يعني طولها 4 inch والدياميتر تاعها أقل من inch واحد في معظم الناس. begin just under the larynx، بدايتها تحت larynx اللي هي voice box. تمام. اللي هو الحلق، المصدر من اللي بيحتوي على الأحبال الصوتية، واللي بيصدر عندك الصوت. و runs down behind the breast bone، يعني هو بيكون خلف البريست بون اللي هي عظمة القص، اللي هي بتكون هيك شكلها، اللي هي بين لما يكون عندك هذول أضلاع الريبس تاعت الصدر، معلش سيء بالرسم أنا، اللي هي هيك شكلها كأنه هيك العظمة من تحت هيك، مش يعني هيك العظمة بقول لك تكون هيك وراها يعني تقريبا، بس يعني يا رب. تمام. run down behind the breast bone divide into bronchi، يعني قلنا بتيجي خلف عظمة القص هاي، بكون عندك تريكيا تتفرع عندك ل bronchus. تمام، into bronchi، one bronchus for each lung. يقول لك كل يعني هاي الرئة اللي هون، هاي الرئة اللي هون،
البرونكاس بتفرع عندك لبرونكيولز كثير كثير، واخر شيء بنتهي عندك بالفيولاي اللي هي حويصلات هوائية. بس يعني شو طالبين تعرف الحكي ها. 16 ل20 كارتليج رينج لاين ذا تريكيا، يعني التريكيا هاي بقول لك كارتليج رينج يعني حلقات غضروف، كارتليج يعني غضروف، هاي الحلقات هيك بتكون زي محاطة التريكيا زي هيك. بقول لك بينها بكون في شو اسمه ممبرين with narrow membranous region between each ring، يعني كل حلقة وحلقة بكون بينهم غشاء. The back part الجزء الخلفي من الرينج، يعني هون احنا من قدام يعني من ورا اللي بنرسمه ثلاثة ابعاد، يعني الجزء اللي ورا من هون يعني ورا الحلقة، بقول لك ايش بتكون عندك من عضلات وكونكتيف تيشو. The trachea widen and lengthen slightly with each breath in and returning to resting size with each breath out، يعني بقول لك التريكيا بتتوسع وبتطول قليلا يعني بشكل قليل مع كل ايش لما تاخذ نفس لجوا هواء لجوا، وبيرجع ل يعني وضع الراحه يعني للطبيعي لما تطلع الهواء لبرا. تمام تمام. التريكيال وول از ميد اب اوف فور لايرز، الميوكوزا هي الانر موست لاير consist of ciliated pseudostratified columnar epithelium with many goblet cells. تمام تمام طبعا طبعا pseudostratified columnar epithelium كل هاي يعني مفروض عارفينه من المحاضرة الماضية. تمام تمام. ciliated cell شو وظيفتها هسه منك تحت، و goblet cell بنعرف انه بفرز عندك الميوكس. goblet cell produce sticky mucus. تمام يعني مخاط زي دبق او لزج تكوت عشان يحيط عندك الانر لايننج البطانة الداخلية للتريكيا to catch many any debris present in inhaled air، يعني لما تتنفس انت الهواء من برا بكون في يعني زي غبار او يعني اشياء مش يعني مش لازم انها تدخل على الرئتين يعني. فبقول لك هذا الميوكس اللي بكون على جدار التريكيا اللي بتفرزه السيليتد ستراتيفايد كولومنا ريتيري سيل او اللي بيفرزه الجوبلت سيل تحديدا الميوكس زي بلزق حكينا ستيكي، فهاي الاشياء البارتيكلز اللي بتفوت الفورين بودي الجسم الغريب غبار الا ما شو ما يكون بلزق بالميوكس ما بدخل. تمام فهي بتعمل كاتش بتلتقطه. سيليا بيت توجذر تو بوش ميوكس اواي فروم لانك، يعني هم وظيفه السيليا مع الميوكس يعني بيعتمد على بعض، يعني الميوكس بتلزق الهاي الغبار والسيليا بعمل زي المكنس، يعني بكنس عندك الميوكس مع الغبار او الفورين بادي الجسم الغريب اي شو مكان لفوق بطلعه من عند بخلوش يفوت على الرئه. الميوكس مع التراب كونتامينتس، يعني بقول لك الميوكس المخاط مع يعني الماده الملوثه اللي انت قبضت عليها او يعني حبستها او لزقتها بالمخاط، يا انه بتكسبلد ثرو ذا لارينج باي كافينج، يا انه بتطلعها يعني بتقح بتطلعها، او يا انه بتبلعها بتهضمها بالمعده. كيف يعني يعني كيف بدي ارسمها انا سيء صراحه بالرسم. طب اعتبروا انه هذا هسه انتم عارفين يعني المفروض مثلا هنا يعني انت لما يفوت اشي على جسمك هون يعني من ثمك يا انه بنزل يا مثلا الاكل وين بروح، اعتبروا هاي المنطقه اللي بتنزل عندك على الاسوفيجاس وبعدين على المعده. تمام هاي المعده اعتبروها، واعتبروا انه هاي المنطقه اللي بتفوت عندك الهواء للرئتين. تمام اعتبروها الرئتين مش مشكله. هسه بقول لك انه الميوكس هسه هو بالاصل يعني هو الغبار لما تتنفس بكون بده يفوت هون، الميوكس بيلزق والسيلة بتكنسه لبرا بتطلعه، يا اما بترجع تطلعه برا الجسم انك تقح، ويا انه تنزله على المنطقة هاي. لاحظوا ما ردعنا على المكان هذا، ردعنا على المنطقة الثانية اللي هي فيها المعدة والإسوفيجس، وبنزل من الإسوفيجس بروح على المعدة والاتش سي ال تاعت المعدة لانها يعني البي اتش تاعها واطي فبتحرق هاي المادة اللي بتفوت فبتتخلص منها. ان شاء الله تكون عجبته يعني، بس انه ما بعرفش ارسم صراحه، بس انه يا بتدخل على المعده وبتنحرق بالاسيديتي تاعت المعده بالحموضه تاعت المعده او بتطلعها برا، بس اهم شيء انه ما تفوت على الرئه. ثاني طبقه اللي هي اول شيء طبقه الميوكوزا، يمكن هون مش واضحه كثير، هي هون عندك السمبل عندك السودو ستراتيفايد كولومنار ابيثيليوم، هاي الميوكوزا تحتها عندك السب ميوكوزا
made of areolar connective tissue. أنواع connective tissue حكينا حفظ. Contain blood vessels أوعية دموية و nervous tissue provide support to other. يعني بعطي دعامة للآخرين. Many collagen, elastin and reticular protein fibers. يعني هو ألياف بروتينات. Give soft support يعني دعم and elasticity the other layer of tracheal walls يعني للطبقات الأخرى تحت التراكيا. هاي الكولاجين والإلاستين والريتيكولار بروتينز الموجودات بالسب ميوكوزا بعطيك عندك support وإلاستيسيتي للطبقات الأخرى. Longitudinal أو longitudinal smooth muscles يعني بتكون مطاولة. Are present لل posterior trace between the end of cartilage rings. مش حكينا أصلا cartilage rings من ورا بتحتوي على عضلات. هاي هي بس smooth muscle. هاي العضلات allow trachea to adjust its diameter as need يعني تضبط يعني تخلي التراكيا تضبط عندك درجة اللي هو يعني القطر تاع أو نصف القطر اللي بيحتاج. يعني كيف شو قصدهم هون إنه مش حكينا إحنا لما الواحد يتنفس التراكيا بتتمدد وبزيد حجمها ولما يطلع الهواء لبرا بترجع لوضعها الطبيعي. هاي العضلات هي اللي بتساعد على هاي العملية. تمام الهايالين كارتليج. كارتليج حكينا معناها غضروف. نوع من أنواع الكارتليج هو الهايالين. سي يعني هو حكينا الانر موست عندك ميوكوزا بعدين سب ميوكوزا بعدين هايالين كارتليج. سي شيب رينجز ذات مينتين اوبن اير واي بخلي عندك التراكيا فاتحة يعني مجرى الهواء دائما بيكون فاتح سبب عندك هاي الهايالين كارتليج. فليكسيبل ستراكشر ذات مينتين اني مينتينز ان اوبن اير واي از ريزيستنس تو اكسترنال ستريس. يعني بقول لك هي عبارة عن تركيب مرن بحافظ على انه القنوات او ممر الهواء يكون فاتح وهي مقاومة للإكسترنال ستريسز يعني أي ضغط خارجي هي مقاومة له. contain lacuna where chondrocytes are located. lacuna يعني هي عبارة عن منطقة فيها العديد من الكوندروسايتس. شو الكوندروسايتس؟ هي الخلايا اللي بتعمل الكارتليج. تمام يعني lacuna بتكون محتوية على 8-10 ما بعرف كم بالضبط من الكوندروسايتس. هي هون المنطقة هاي بس هون حاط لك كوندروسايتس انها لاكونا يعني محدد لك على واحدة بس يعني كلها بشكل عام هي لاكونا بتحتوي على كثير من كوندروسايتس وحواليها عندك الماتريكس. وحكت الدكتور انه الماتريكس هون بيكون كلير يعني صافي زي هيك او هوموجينس. تمام الادفنتيتا عندك اللي هي عبارة عن layer of areolar connective sub mucosa. الادفنتيتا layer of areolar connective tissue loosely anchor يعني بثبت او بربط عندك التراكيا او بعلقها مع ايش surrounding soft tissue انسجه يعني محيطه زي هون في بالرسم. يعني هاي الطبقه اللي تحت adventitia رابطتك مع ايش مع الادبوس tissue مثلا. اذا حكينا ميوكوزا سب ميوكوزا وحكينا وظيفه كل وحده وشو فيه بتحتوي والهايلين كارتج هاي المصل اللي حكينا عنها هون يعني هي البوستيرير من ورا هون من قدام. تمام هاي ادفنتيتا اوتر موست لاير هايلين كارتليج عندك هون السب ميوكوزا وعندك هاي البطانة اللي جوا هاي الميوكوزا. تمام نيجي هون هاي هون واضح عندك ابيثيليال سيلز اللي هي السودو ستراتيفايد نواة طالعة نواة نازلة يعني مبين انها كولومنار ابيثيليال. تمام الطبقة اللي تحتها السب ميوكوزا الهايلين كارتليج هاي مبينة عندك المنطقة يحتوي على اللاكونا والكوندروسايتس والماتريكس وتحتيها عندك طبقة الأدفنتيتا. تمام كيف بدك تميز أو يعني الطبقة اللي تيجي بعد فيها إبيثيليال سيلز قبل اللاكونا بتكون السب ميوكوزا قبل الهايلين كارتليج عفوا وتحت المنطقة الهايلين كارتليج تكون الأدفنتيتا وهاي المنطقة البيضة بتتغير يعني بس يتغير شكل النسيج اعرف انه صارت أديبوس تيشو بس. هاي الرسمة هاي واضحة كثير يعني هاي goblet cells بتفرز الميوكس وعندك هون السودو ستراتيفايد كولومنار ابيثيليوم هاي السيليا حكينا عادي ممكن اعلم لك على هاي يقول لك شو هاي سيليا goblet cells عادي و هاي عندك ماسكولارس ميوكوزا عضلات يعني السب ميوكوزا حكينا بتكون عندك من areolar connective tissue. هون عندك صورة مكبرة للكولومنر ابيثيليوم هاي goblet cells هاي السيليا هاي الخلايا نفسها الطبقة اللي تحتيها في عندك basement membrane مش مهم تعرف كل التفاصيل يعني هون السب ميوكوزا
هاي صراحة الصورة مش واضحة كثير، فيعني الصورة تكون مش واضحة كثير فأنتوا احفظوها حفظ يعني راح تيجي نفسها بس. تمام. وشو ظل هون؟ يعني هي أنا بتوقع أن هاي هي أهم صورة صراحة، وهاي يعني هاي هايلين كارتليج بشكل عام، يعني محتوى على كوندروسايت مجلات داخل اللاكونة، وفي ماتريكس، وهاي مسلز عضلات هي طبقة السب الميوكوزا، و وبرا اللي هي طبق هاي. لا احنا هون الاوتر الانر موست، عفوا هون السودو ستراتيفايد الابيثيليوم، بعدين الطبقه اللي بعدها اللي جوا اللي فيها عضلات اللي هي سب الميوكوزا حكينا، بعدين الهايلين كارتليج، واللي جوا في عندك اللي هو مش واضحه الرسمه اللي هي ادفنتيتا اللي هي يعني اوتر موست لاير. تمام. حاسس ان عجبته بس يعني هي سهله. تمام. وهاي صراحه من اهم الصور ممكن تيجي، يعني هاي وهاي ممكن هاي عادي، هاي يعني الصور اللي بتشوفوها غريبة احفظوها حفظ لأنه أصلا أغلب الصور مش واضحة كثير يعني. بس تمام. آخر إشي بالمحاضرة اللي هو الهيومن سباينال كورد اللي هو الحبل الشوكي اللي هو جزء من السنترال نيرفوس سيستم، الجهاز العصبي المركزي. تمام. عندك نوعين من نيرفوس سيستمز، عندك اللي هو البيريفرال نيرفوس سيستم جهاز عصبي طرفي، وجهاز عصبي مركزي. سباينال كورد والبرين الحبل الشوكي والدماغ هم جزء من السي ان اس سنترال نيرفوس سيستم. نيرفوس سيستم ديفايدز انتو تو سنترال نيرفوس سيستم اند بيريفرال نيرفوس سيستم. السنترال نيرفوس سيستم انكلود برين اند سباينال كورد حكيت لكم، ديفايدد ل 31 زوج من الاعصاب، يعني 31 زوج يعني 62 بالمجموع، نيمد اكوردنج تو وير ذي ليف ذا سباين، يعني بتم تسمية هاي الأعصاب بناء على من وين طلعوا من السباينال كورد. يعني زي هيك إذا طلع من عند منطقة العنق فإنها طلع هيك وراح مكان ثاني يسموه سيرفيكال نيرفز، إذا طلع من عند منطقة الصدر يعني ثوراسيك نيرفز يسموه ثوراسيك، من عند أسفل الظهر لومبر نيرفز يسموه لومبر نيرفز، ساكرال وكوكسيجيال نيرفز. تمام. في عندك 8 بيرز بالسيرفيكال ريجن، 8 أزواج، 12 زوج بالثوراسيك ريجن، 5 بير باللومبر ريجن، 5 بالساكرال ريجن، و1 بالكوكسيجيال ريجن. أيهم هون؟ أي عندك 8 بالسيرفيكال ريجن، تمام، في عندك اللي هو 12 بالثوراسيك ريجن، و5 باللومبر، و5 بالساكرال، و1 بالكوكسيجيال. كم مجموعهم هذول؟ 31 زوج ضرب 2 62 ان توتال. تمام. سميناهم بناء على المكان اللي طلعوا منه من السباينال كورد. تمام. الكروس سكشن كالعاده بناخذ مقطع من السباينال كورد بنحطه تحت، نصبغه بصبغه ونحطه تحت الميكروسكوب. بقول لك انه السباينال كورد بيحتوي على الوايت ماتر، هاي المنطقه هاي الوايت ماتر لونها ابيض اصلا. contain myelinated axons يعني محور محاط بغمد مليني. في عندك نوعين من العصبونات، اتوقع انتم ما اخذتوها بالتوجيه ما انحثت من عندكم، بس العصبونات هيك تكون شكلها تقريبا. لا دقيقه صوت كويس، هيكون في عندك نواة تكون زي هيك زي هيك تقريبا. هذا المحور تبعها هذا خربش عليه قاعد، يا بيكون محاط بغمد اسمه غمد مليني مايلينيتد شيث او ما بيكون محاط. تمام. بقول لك هاي بالوايت ماتر بيكون محاط، بقول لك هاي الوايت ماتر ترافلز ان تراكت اند يعني تراكتس بقنوات من والى الدماغ. الجري ماتر اتش شيب يعني هيك، بقول لك انه هي اتش شيب اللي هو على هون يعني هيك. تمام. اتشيبت كونتين نيورونز اعصاب جليال سيلز نون مايلينيتد اكسون، هناك مايلينيتد هون مايلينيتد، فهذا فرق مهم بينهم ممكن تسالوا عنه. مثلا يقول لك انه which all of the following about gray matter is correct except، يقول لك انه مايلينيتد اكسون خطا. تمام. كونتين 3 هورنز اون ايذر سايدز، يعني بيحتوي على 3 هورنز اون ايذر سايدز اوف سباينال كورد، على الجهتين تاع السباينال كورد. عندك الفنترال هورن يعني الأمامية، هاي عندك دقيقة خلنا أرسمها، المنطقة الأمامية هاي البنترال هون تحتوي على البنترال هون، والمنطقة الخلفية الدورسال هور، واللاترال اللي هي الجانبية برضه هون عندك اللاترال هون
هون الفنترال هون طبعا ما حد عمق ابدا وظائفهم لانهم صراحه راح تزاقوهم محاضرات بالفسيولوجي و مواد ثانيه. يعني الفنترال هورن كونتين سوماتيك موتور نيوكلياي. سوماتيك موتور نيوكلياي يعني بس بدي اياكم تفرقوا هسه موتور انه مسؤول له دخل بالحركه تمام. سوماتيك موتور نيوكلياي ولاترال هورن مسؤول عن اوتونوميك موتور نيوكلياي تمام. يعني الفرق بينهم ايش؟ انه هاي اوتونوميك وهذيك موتور تمام. ايه عفوا اوتونوميك وهذيك سوماتيك. شو يعني معلومه بسيطه بس عشان يعني ما تضلكم تسالوا شو الفرق ليش هاي اوتونوميك ليش سوماتيك. انه يعني بيغذي يعني هاي بتروح للاماكن اللي الحركه فيها اراديه مثلا العضلات. يعني بتغذي مثلا السكيليتال ماسلز عضلات السكيليتال ماسل مش السكيليتال ماسلز يعني انت ايدك وحركه عضلاتك انت تتحكم فيها بتقدر تحركها. اما الاوتونوميك موتور نيوكلياي بروح على اماكن انت يعني انفولنتري موفمنت يعني انت ما بتقدر تتحكم فيها. مثلا عندك اعضائك القلب تبعك الشرايين تبعتك الجهاز الهضمي انت ما بتتحكم بالحركه تبعتهم. في عندك اعصاب هاي اللي هي اوتونوميك موتور نيوكلياي اللي هي يعني باللاترال هورن. والفنترال سوماتيك يعني الاشياء اللي بتقدر تحركها انت اراديا. والدورسال هورن اللي بيجي ورا سوماتيك سنسوري بورشنز يعني احساس. وفيسرال سنسوري بورشن شو يعني؟ يعني السوماتيك سنسوري بورشن يعني حكيت الكول مثلا ايدك لما تحس بشيء حامي مثلا شيء زي هيك. الفيسرال سنسوري بورشن يعني شيء باعضائك يعني مراكز حسيه بتكون باعضائك مش انت بتحس فيها يعني مثلا بايدك من برا وهيك تمام. بس يعني مش مطالب ابدا تعرف هالحكي بس يعني عشان اللي بدي يسال يعني. وهاي الرسمه يعني لو بدها تيجي حتيجي نفسها يعني غالبا ما حيجيبوا غيرها. بس الجري ماتر حكينا بيحتوي على مايلينيتد اكزون. ايوه هذا هو هاي الاكزون ايوه هذا المحور مايلينيتد اكزون نيوكليولس جلايال سيلز نيورون سيل بودي. يعني مش صراحه مش مهم اعرف تفاصيل هاي بس اعرف انه هاي الرسم للجري ماتر واعرف انه هاي الرسم للوايت ماتر ويخلف عليه هو تمام. عفوا انا عكست الجري ماتر بيحتوي عن الوايت ماتر بيحتوي على مايلينيتد. انا ليش عكست هذا المحور الاكزون بيكون ان مايلينيتد بيحتوي على جلايال سيلز وحكينا عندك بيحتوي جلايال سيلز ونيورونز نون مايلينيتد اكزون هاي الوايت ماتر الجري ماتر عفوا. والوايت ماتر حكينا ايش بيحتوي على مايلينيتد اكزون تمام. مايلينيتد اكزون هو حاط لك اياه هو مش واضح صراحه ابدا الرسمه الاكزون ابدا بس احفظ انه هذا لما اشير لك هذا نيورون سيل بودي واللي هو جسم الخليه وبالنص اكيد عارفين كوكو انها نواه. لا بالنص كثير هي نويه واللي برا نواه. وصراحه الدكتوره ما قراتهم بس حكت انه هنا بيحتوي على جلايال سيلز وان مايلينيتد اكزون بالجري ماتر وحكت هنا مايلينيتد اكزون فقط هذا اللي حكته الدكتوره. فيعني هذول الرسمتين احفظهم حفظ لو اجوا حيجوكم نفسهم. وهنا صراحه احفظوا لي اللي هو الدورسال هورن واللاترال هورن والفنترال هورن فقط. وحكينا كل واحد يحفظ وظائفهم وظائفهم تمام تمام. بس يعطيكم العافيه. هاي كانت محاضره يعني هي صراحه تسجيل شوي المحاضره انا عارف ولكن يعني إن شاء الله حاولنا نبسطها. ولا تنسوا أخواننا في غزة من دعائكم وفي السودان وسوريا ويعطيكم ألف عافية يا رب.